فرايح فات فيها كاميرا تصورها باشياء واوضاع كل صعبه وتحرجك انت كعراقي وتختنق من الشوف. السلام عليكم، هلا يا شباب. تسعليو فيديو جديد اليوم يا ربع على مقاطع التيك توك، مقاطع ضحك على مقاطع ونسى على الشغلات اللي صارت البارحه يا ربع ومطر وجابكم هواي مقاطع. فقبل لا نبلش بهذا الفيديو يا ربع، فشل المقطع لايكات، خلينا نوصل المقطع هذا 10000 لايك، لان هذا الفيديو غير عن المقاطع اللي انزلها. راح تكون اسم هذا الفيديو ادري بيكم تدوم هاي، فلازم اطلع لكم من هذا مود الدراسه. فدوس لايك يا ربع واشترك بالقناه، خلينا نوصل 100000. ما باقي شيء يا ربع، تقدرون تشاركوا المقطع لاصدقائكم، قول لهم اشتركوا بقناه علاوي. بس يا ربع خلينا نشوف بغداد تغرق بالامطار. وفيها زيونه، هذا مو مطر، هذا اللي شوفي يقول لك هذا نهر وفاتح بالشوارع. والله العظيم صار عندكم بحر ونهر. تقول وين تقف؟ المتر ب 35 والقاهره صعدت، صار عندكم بحر ونهر. ان شاء الله صحيح. المتر ب 35 وقف بغداد وهاي المنطقه اعتقد زيونه هاي مثل الكراده. وتجيك الامطار ما ادري من وين، تطلع برا تتفاجئ شنو نهر بحر شو جاي يصير ما ادري. هاي صايا هنا هنا الاخي طلع على السياره غرقت عراقي اخين بقتكم. هاي الشوارع الفارغه شيل من هذا الشارع ما تعرفونه، شارع البلديات متروس مي. تعال شوف 2024 تعال دمار عم هاي دمرت السياره والله غرقت. هاي السياره سبقت بها بلاكات بقى محرك داخل اللي جوا حتى المي. شوف شوف داخل شوف هاي كله مي غرقان السياره. انت من طبيت هنا ما عندك عقل؟ شوف العالم ادري يا رجال. هاي ساعه الساعه تبطر الدنيا وتلقى تطلع برا تلقى شارع متروس مي. شو شو يسوي؟ يجوز حتى من طب بالسياره كانت ماكو هيك مي مجرد على الرصيف لو على الشارع المي واصل. تناشد من مولاي شناشد حكومتي ايش يا حكومه؟ تناشد هذا الوضع شقيتهم شقيتهم. يلا يا ربع طبعا هو شفت من مقاطع، اكو مقاطع ما اقدر اطلع لك، ناس تضحك، ناس حاطه عباره عن ثلاجه قديمه وحاطيها ويجذفون بالمي. مقاطع جديده واكو مقاطع طبعا هسه حديثه. ف يعني جتني ما اعرف شلون هذا الشتاء احنا كنا متحمسين له ونخلص من الصيف والحار وندب هذا الهدوم الصيفيه ونلبس الشتوي والقماص. ساره جانا شتاء يعني احنا يعني كنا ما متحضرين له يا ربع، متحضرين لك بس البلوز والقمصله، قمصله خفيفه. لا جانا قال لكم انتم شو متحضرين لي وانتم تطلعون من هاي الاجواء الحاره مال العراق؟ لا انا اسوي لكم اياها فيضان. هات مصطفى الحجي يلتحق بام اللول بعد ما اصدر القضاء العراقي الحكم بالسجن بحقه. القضاء العراقي اصدر الحكم غيابيا بحق المدعو مصطفى الحجي بالحكم عليه لمده سنه كامله بتهمه المحتوى. سنه كامله وهسه بعد ايش؟ طبعا هو هذا مؤسس المحتوى الهابط، حكيتها انا قبل فيديو، مؤسس هذا مؤسس المحتوى الهابط بالعراق يا الربع، وهسه يلا يعني تنزلون به ولو انه هو عايش مو بالعراق، تمام؟ بس هسه يعني هاي الفتره وين هذا القانون مال المحتوى الهابط صار له سنه من انه قاموا يشيلون ناس، تمام؟ شاجور الالعاب ما غير شاجور الالعاب وملول وهواي ناس من ذول يا جماعه المحتوى الهابط. وهسه يلا قالوا والله ها مصطفى الحجي هو مؤسس المحتوى الهابط لازم نشيله وبعدين ذول شوي نرجع لهم شوي شوي. ولو انه بورب عايش شو راح تكون شو ما اعرف، بس نقول عسى ولعل انه شوي يتغير. يعني ايش تحكي ايش تسوي؟ مشهوره عراقيه تصبح اوكي يعني مشهوره بالسوشيال ميديا خصوصا عراقيه واسمها معروف اوكي على مود داعم مقشمرها كل جوله يشمر لها مليون جوال مليون وهاي مكيفه فرايح فات فيها كاميرا مصورها باشياء واوضاع كل صعبه وتحرجك انت كعراقي وتختنق من تشوف اشياء. صح هم مثل نفسهم بس هم الناس تعرفهم عراقيين وعندهم متابعين. صار عندي ايرور مشهوره عراقيه زين هسه من قلت مشهوره عراقيه معروفات المشاهير العراقيات اللي بتحبث مباشره على التيك توك تمام يعني صارت عندي لخبطه يا ربع بالمعلومات. مشهوره عراقيه تفتح بثوث مباشر على التيك توك والداعم مالتها يعني يطلب منها شغلات حتى يعطيها هاي الفلوس. زين شلون تبيعين نفسك على مود فلوس؟ شلون؟ هم مسؤول نفسهم بس هم فرايح فات فيها كاميرا ومصورها باشياء واوضاع كل صعبه وتحرجك انت كعراقي وتختنق من تشوف اشياء. صح هم مثل نفسهم بس هم الناس تعرفهم عراقيين وعندهم متابعين فانتشرت الصور مالتها حاليا والناس جاي تضحك وتحشيش. والله العظيم مصايب مصايب مصايب. منصه اكس جاي تطلع لنا اشياء يعني تدق بيها على راسك. يعني انتم اللي بالسوشيال ميديا على مود دعم كل شيء يسوون والله عمي كارثه. سد لك سالفه مال هذا الزغيرون بالبصره تطلع لك سالفه اكبر من عندها. عمي كوارث ومصيبه
وكارثة بعد كارثة، والمراقبة والدولة إلى أين المحتوى الهابط؟ مثل ما شفت كلام الولاد، يعني شو تسوي الدولة يعني ربا؟ خلنا نجيها مستها كشخص ويا المحتوى الهابط وده الشيء بدوه. شو تسوي؟ تلحق ورا هذا، تلحق ورا ذاك، تلحق ورا عما ألاف مؤلفة، تمام؟ تدخل على تيك توك، هسه تدخل على تيك توك وقلب بين كل ثلاث فيديو يطلع لك محتوى هابط مع الشخص. شو تسوي؟ يعني إذا تريد إنه أمر حاسم لازم يشيل دول المحتوى الهابط هسه فورا أشيلهم كلهم. نص الشعب يطير، خلينا نجيها هيك والله العظيم نص الشعب يطير، لأنكم ما ناس تنزل محتوى تافه ومحتوى هابط، ناس تشترب أبوها وأخوها وعمها وأخته و... يعني لعبوا النفس. تدخل على تيك توك وتقول شنو هاي؟ معقول هذا المجتمع اللي يقول مجتمع راقي ومثقف هنا مشهورة؟ يعني هسه أوكي عيفك من دول اللي هسه وجاي للتيك توك وقاعد يشترب أهله مشهورة، يعني عندها يعني أكثر من مليون متابع، تمام؟ طبعاً أنا بحثت شوية عن موضوع عرفت البنية وما أعرف هل إنه موضوع صدق، تمام؟ أنا عرفت البنية اللي يقصدها هي بالفيديو، تمام؟ بس هل إنه هذا الموضوع صدق؟ تمام؟ ما بحث عليه لأنه هو قال تويتر ما تويتر، يعني هناك الشغلات اللي مشهورة هناك. فإلى أين بنوصل ما أعرف، على مود فلوس مليون دولار أوكي، ثم مليون دولار مدري مليون دعم نقطة بالتيك توك أوكي، ثم مبلغ قوي ما مبلغ زين، بس هذا الشيء يعني شلون راح تفتحتي لك كاميرا؟ شلون على مود فلوس فتحتي لك كاميرا؟ ويعني والله عيب عيب إنه منه عراقية. شايفين قبل كانوا الولد يضحكون على البنات كم سنة بحجة راح اتزوجك وبعدين يقولها والله راح اتزوج بتخالتي لو بتعمتي، هسه بعد ما حد يقدر يضحك على احد. تعالوا اقول لكم ليش، لان هسه قبل الدنيا ليش يعني هي تقول انه شايفين قبل من كانوا الولد يضحكون على البنات وما ادري ايش، زين انت من البدايه اذا تعرفين انه هاي العلاقه يعني كذب مجرد كذب ترى مبين الشخص من البدايه، يا انه هو نيته زواج يا هو نيته ياخذ الشغلات اللي بباله هاي السمو وخلاص ويروح، وكان الله يحب المحسنين. فمن البداية إنه تقدر إنه تقرأ هذا الشخص من خلال كتابته، من خلال كلامه، من خلال حكي، تعرف هذا شنو يريد من البداية، تعرف من البداية يريد، أو ما أدخل بهاي العلاقة اللي هي اسمها حرام. يعني هواي ناس أنا أشوف بالتيك توك ولا تسوي هيجي وسوي هيجي، من البداية هي علاقة حرام، يعني شنو نهايتها حرام. نسيت هذا الفيديو يا الربع، حظي ويا الأشياء اللي أحبها بالمطر هاي البارحة. شنو الحظ مالته؟ طبت الكهرباء الكهرباء طقت خرب وهني وين ما صورت كهرباء طقت في المطار الله يقبل محمد كهرباء طقت بس عادي يعني اكيد قاعد تطر الدنيا ويخافون على الكهرباء خاف الطيق فطفوا لك الكهرباء مو زين ما طفوا لك غير خرب الحظ الفقر خرب الحظ الفقر صدق شديد يعني حسره بالعراق تمطر صدق كذي والله صدق يعني الشغلات السعيده لازم يخربوا علي لازم تخرب طاقه الكهرباء يا الله شهر بعد ما خلاص وشتى بعد ما خلاص وجايتك المرات القويه فتحضر تحضر حضر فيديو مالتك بعدنا تمام يا ربع مثل ما شفتوا الفيديو اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به مقطع خفيف لطيف جبنا لكم مقاطع الضحك على الشغلات اللي صارت طبعا اكتبوا لي بالتعليقات شنو صار وياكم اللي الناس اللي مطرت عليهم طبعا احنا الحمد لله بالهلا اكو مطر بس مو ذاك المطر القوي مثل بغداد واذا تطلع برا تلقى اشاره غرقان لا احنا الحمد لله اذكر ما عندنا هيجي فكتبوا لي بالتعليقات شنو صار وياكم البارحه بالمطر لانه اعتقد كربله بغداد ديالة ديوانية يعني محافظات الوسط فوق من بغداد تمام فكتبوا لي بالتعليقات شنو صار وياكم البارحة وهاي الربع دزولي على الانستغرام مالتي مقاطع حابين انه نسوي عليها ردة فعل تمام هواي ناس دزولي واكو من عندهم دائما مقاطع جبتها من الانستغرام فدزولي هنا بالانستغرام مالتي مقاطع اسوي عليها ردة فعل وبالشورت همات يعني دزولي مقاطع شورت حتى اسوي لكم مقاطع تمام اخوكم علي شوفكم فيديو جاي مع السلامة